وصلت الحمد لله خلصت الرحلة. أصور برضه إن لما بنزل من الحصان بعمل تمام، شوف له بقه يبقى غيران منه الحاجات اللي هو بيشفق على إيه، يعني محتاجة مدرسة. أنا مش شايفها بسرعة كده أهو، الحصان غيران منها تمام. دي أول حاجة، كل جام لازم يتشطف، ما سيبوش الحاجات دي بتخليه يصدي. وهو السرج بس هلمه كده الاول، انا برفع دي كده بجيب الجنب التاني اهو بوديه على جنب ده، الجنب التاني بجيب الركاب التاني بتاعه بمسكه حتى حل شيل السرج ما بيتعبنيش. اهوي بقى السرج واسيبه شوية على ظهر الحصان، و 70 واسع كده سيب الحصان يا بس هجهز برضه غطا اوكتوماترين على تقريبا ايه ونص كده. هنزل السرج من على الحصان ده، الجو ما كانش حر، الجو حلو يعني، الحصان يعتبر ايه ما عرقش قوي تمام. اشتغل بالليفه كده على الايه رجل الحصان اهو، هبردها تمام. الميه على عضلات الحصان هو عامل مجهود، بتعمل له عمليه استشفاء وبتخلي الحصان اعصابه تهدى يعني. دي وقاية من الحشرات وقت راحة ونظافة للحصان، ثم بعد المشوار بيبقى مستلذ بقى للوقفة. يفضل اضغط في الحتة دي كده الفريم ده ويظبط بس عن خطوات بس بس بس. المهمة جدا ان انا اعود الحصان ان انا اعمل له الاماكن اللي الضيقة دي افش بس بس بس. كان الظهر كده ماسح بس كده برضو المكان اللي هو عرق فيها دي، العرق مش شديد جدا يعني عرق بسيط اهو، عادة بيبقى سايب حواف على اثر الايه السرج. في ناس طبعا بتقول لا سيب الحصان لما ينشف خالص، والله دي مدرسة ودي مدرسة تانية مش مشكلة يعني، ان شاء الله كله صح. لو في معلومات غلط في اللي بنزلها دي ناس برضو عندها علم بيها يا ريت تصحح لنا، مفيش مشكله. انا قلت من الاول انا بنقل طريقتي البسيطه اللي انا شغال بيها واللي انا شايفها صح، وبنقلها للناس اللي ما عندهاش فكره. دي عند المنطقة الخلفية اكتر فيها شوية عند الديل كده،
ومدفون والحاجات دي مفيدة جدا، ان انا دايما بتعمل بيها في الاماكن دي، هتلاقي المنطقة نظيفة وناعمة وكويسة بسبب المداومة على استخدام الاكتوماترين. هتحط ايدك هتلاقي الدنيا الحمد لله ما فيهاش اي خشونة بفضل الله رب العالمين. بس هي حاجة بسيطة جدا، بس كأنك حميت الحصان حماية كاملة يعني، بس هي مش حمى يعني، ومش هتاخد منك وقت طويل ولا مجهود الحمى يعني. دي رقبة الحصان كمان، نرفع المعرفة كده تمام، واحنا عايزين نجيب المنبت بس بتاع المعرفة، مش هنبل الشعر كله. الشعر في الحمى مغسول بشامبو واخد زيت ومتظبط، فاحنا بس هنجيب المنطقة دي كده بالايه بالمنبت بس تمام. اهو كده اهو كده كده، مش هغسل الشعر بس كده اهو عندنا من ناحية بتعرق برضو اللي هي ورا الايه ورا الرشمة هنا كده اهي، ننضفها بدل لما بتنشف عرقها من اللجام تبقى سايبة أثر وعلم. بس متخافش، بس يا عم مختار خلاص 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 يا سيدي، خير بيغير جدا من ودانه ومحرز زي ما ان المايه ما تجيش في ودنه كده. من الجنب التاني برضه نرجع شعر المعرفة اليمة التانية، وهنعمل المنبت من هنا كده الهدف، بس ان انا اعمل ايه المنبت، مش ان انا اغسل الشعر. وده طبعا بيمنع ان الحشرات تتكون تتجمع في الاماكن دي زي الامل مثلا، القراض، الحاجات دي كلها. انا ما بنخافش من الطير طبعا، الطير ما بيخشش هنا، الطير عشان الرجول بنخاف من الرجول وجسم الحصان بيفضل يلدع فيه في اللي هديله. هو المنطقة اللي كان مكان السك ده الحصان بقى لما هينشف الحصان هيبقى نظيف جدا، ولا كأنك ركبت الحصان، في نفس الوقت بيبقى واقف مرتاح ونضيف، ما يفضلش يفرق في نفسه. لما تنجي بيا نص ساعة تيجي تلاقيه ولا كأنه اتركب. في نفس الوقت الماء دي ضد ماء الاكتوماترين، يعني أثر الاكتوماترين ده ممكن يقعد على الجسم أسبوع. يعني أنا لو عملت الموضوع ده كل أسبوع حتى من غير محمي شامبو، أنت برضو محافظ على حصانك جدا جدا جدا، وغطى اكتوماترين يعني مش مكلف. الله المستعان. نوصل للمنطقة دي ناعمة الحمد لله رب العالمين بفضل الله، ونضيفة بسبب المداومة على استخدام الاكتوماترين. قلنا قبل كده الحركة دي يعني محدش يعملها إلا إذا كان عارف حصانه وحصانه عارف، وإلا رصة الحصان قاتلة. نضيف كده كله الدرايت. بسم
يا عم خلاص خلصت. قلنا المية كمان بتعمل استشفاء للعضلات الحصان، ما بيقلمش عضلات الحصان، ما بتقلمش عضلات الحصان بعد المجهود. ابتدينا نقعد عليها شوية عشان تتوسخ أصلا. أنا دايما بحب أزود في الأماكن المضيقة اللي زي كده، أنا عارف الأماكن دي بتضايق الخيل. يفضل طبعا ان احنا ننقش الحوافر تاني بعد المشوار. موديل